هي التي تفرض الوقائع السياسية. الواقع السياسي وأي حديث عن حل سياسي غير ممكن بدون ميزان قوى ملائم. بالتالي فإن الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض، خاصة مؤخرا في القصر وفي أماكن أخرى مختلفة، يعني في عموم مساحة سوريا الجغرافية، نلاحظ بأن ميزان القوى الميداني انتقل من حالة شبه توازن نتيجة الدعم الكبير والزخم الذي كان تتلقاه العصابات المسلحة إلى حالة هجوم من قبل الجيش العربي السوري. وبالتالي هناك اختلاف، في تضعضع كبير في وضع العصابات المسلحة في حالة انهيار، حتى أننا نرى وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين يحاولون أن يرفعوا من معنويات العصابات المسلحة، هناك من يحاول أن يقلل من أهمية الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري، ولكن الواقع هو الواقع، والواقع هو أن الجيش العربي السوري يتقدم على الأرض ويحقق الإنجازات، وأن هذا هو المدخل الصحيح والحقيقي للحل السياسي. لا حل سياسي بدون تقدم ميداني على الأرض. بالمقابل ثمة قوى إقليمية خاصة لا تستطيع أن ترى حلا سياسيا، لأن الحل السياسي في سوريا يعني النهاية بالنسبة له. وهنا تحديدا أنا أود أن أتناول طرفين، أحدهما هو حكام قطر والطرف الآخر هو حكام تركيا. هذان الطرفان تحديدا لا يستطيعان أن يتعاملا مع الحل السياسي كإمكانية، وحتى لو حدث ضغط غربي عليهما، وأنا أعرف بأنهما يتبعان حلف الناتو بالنهاية، تركيا جزء من حلف الناتو وكذلك قطر هي تابعة، يعني شو هي قطر بالنهاية؟ هي عبارة عن قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة. ولكن على المستوى الداخلي القطري وعلى المستوى الإقليمي، هذا الانتفاخ الاصطناعي الذي عاشته قطر، خاصة عندما شعر حكامها بأنها تصنع السياسات من المغرب إلى المشرق العربي، سوف يتم تنفيسه فعليا، وسوف تكون هناك انعكاسات خطيرة بالنسبة لحكام قطر، لا يستطيعون التراجع. وبالتالي فإن عملية التغذية اليائسة للعصابات المسلحة تتم على قدم وساق، ولا زالت تتم بهدف تغيير ميزان القوى على الأرض، ولكن هيهات، يعني الوضع الآن اختلف عما كان عليه قبل فترة. الجيش العربي السوري يمتلك زمام المبادرة، يحقق إنجازات، وهم في حالة تراجع، ولكن علينا أن لا نقلل من خطورة الموقف. بالنسبة لهم هم يخوضون معركة دفاع سياسية عن وجودهم، بمعنى مش بالمعنى شعب، لا، بمعنى هؤلاء الحكام الذين تبنوا مخطط معين، نهاية ذلك المخطط يعني نهايتهم أو نهايتهم، بالتالي لا يملكون التراجع ببساطة. كيف تكون نهايتهم مع نهاية هذا المخطط؟ يعني بالنسبة لتركيا أردوغان، مشروع الإخوان المسلمين الممتد من مغرب بين كيران مرورا بتونس ومصر، الحلقة المفقودة للوصول إلى تركيا هي سوريا. يعني هاي اللي ممكن تشبك السلسلة من تركيا إلى المغرب. هذا الأمر إذا فشل، يعني سوريا أصبحت عقدة التناقضات الإقليمية والدولية، بمقدار ما تخوض معركة دفاع عن وجودها وعن مصيرها وعن يعني ما حققته من إنجازات خلال العقود الماضية. سوريا باتت بؤرة التناقضات في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ العالم، باتت بؤرة التناقضات الإقليمية والدولية. بالنسبة ل يعني أردوغان وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية أوغلو في الواقع الذي يصنع تلك السياسات، تركيا إذا فشل مشروعها في سوريا فهذا ستكون له انعكاسات على الوضع الداخلي التركي بالنسبة لقدرة حزب العدالة والتنمية على الإمساك بالحكم.
حيث أن هناك معارضة تركية متصاعدة داخلية يعني ضد أردوغان. إذا فشل مشروع أردوغان في سوريا ومشروع العدالة والتنمية، لأنه بالنهاية مع أنه يخوض معركة شخصية للدفاع عن وجوده، ولكن المعركة هي معركة الإقليم ومشروع تسليم الإقليم للإخوان المسلمين. إذا فشل المشروع التركي في سوريا، هذا يعني أنه ربما يكون هناك تغيير في الحكم في تركيا حتى يعني المظاهرات ضده يعني أصبحت في متصاعدة. أنحاء العالم، يعني نعم بالأمس في نعم صوفيا. بس احنا اذا اطلعنا حتى على الوضع الداخلي التركي من حيث ميزان القوة بين حزب العمل وبين حزب العدالة والتنمية، حزب الشعب، نعم نعم. حزب الشعب، اذا فشل حزب العدالة والتنمية في توسعة هيمنته الى سوريا، وطبعا عنده مشروع بالعراق بالمناسبة، هو مش بس مقتصر على سوريا ويعتبرها محافظات ضائعة يعني بالنسبة لهم، خاصة شمال العراق، يعني يعتبرونه جزء من الإمبراطورية الطورانية التي فقدوها. هذا سيكون له انعكاسات أو ستكون له انعكاسات على الوضع الداخلي التركي خطيرة جدا من حيث مشروع الإخوان في الإقليم ومشروع حزب العدالة والتنمية في تركيا. من ناحية قطر، يعني قطر حسب قوانين الجغرافيا السياسية يفترض أن تكون ملحقا للرأس الكبيرة في منطقة الخليج العربي وهو السعودية، ولكنها تضخمت وكبرت وباتت تلعب دورا أكبر بكثير من حجمها، وهذا يعني ربما ساعد النفط والغاز، طبعا والغاز المسال ورأس المال البترودولاري الناتج عن مبيعات ذلك الغاز في لعب مثل ذلك الدور في وقت يعني أفل فيه أهمية يعني الاعتبارات التقليدية للحجم والمساحة قلت أهميتها النسبية مقارنة بحجم الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي. هلأ هي اعتقدت أنها يمكن أن تحل محل السعودية في قيادة الخليج العربي أولا، ومن ثم في قيادة الإقليم برمته، وأن تصبح بدورها وكيلا. ونلاحظ هون الحلقة أنه الصراع، حكام قطر متحالفون مع حركة الإخوان المسلمين، يعني الجزيرة هي الآن لسان حال جماعة الإخوان المسلمين مع بعض الفترينات الإضافية التي لابد منها سواء كانت ليبرالية أو يعني غير ذلك. أيضا بالنسبة للقطريين الموضوع موضوع داخلي وموضوع صراع مع حكام السعودية، وهذا الصراع ينعكس حتى داخل سوريا. هل هو صراع فعلا يعني؟ شوفي، لا نقلل من أهمية الصراعات الداخلية، يعني بريطانيا وألمانيا خاضوا صراعات على المستعمرات تحت أجندة استعمارية بالنسبة لكليهما. هذا لا يمنع أن يحدث صراع، هو مش صراع مبدئي، هو مش صراع يعني من أجل تحقيق الوحدة العربية أو لتحرير الأمة العربية من التبعية والاحتلال، لا طبعا، هو صراع على من يكون الوكيل الإقليمي للإمبريالية، وهذا الصراع قائم حقيقة، ونرى انعكاسات مثل ذلك الصراع داخل سوريا بين جبهة النصرة من جهة صحيح. التي تتبناها أو يتبناها حكام السعودية، وبين تيارات أخرى يتبناها حكام قطر. هذا صراع حقيقي لا نستطيع أن نقلل وهو منه، عبر عن نفسه يعني تحت وعبر عن اسمه. نفسه في الميدان، نعم، وأضعف حقيقة يعني أضعف القوى المقابلة للجيش العربي السوري بالرغم من كل الدعم الكبير الذي تتلقاه، دعم هائل من عدة دول وعدة اتجاهات، ولكن الجبهة الأخطر طبعا هي الجبهة التركية. بالرغم من كل ذلك، الحقيقة أنه هذا الصراع يعني الصراعات في معسكر الخصم هاي مش احنا اللي اخترعناها، هاي نتاج يعني من شكل مشروعا مصدرا إلى سوريا. هذه مشكلة لم تنبت من الأرض السورية، بما أنه مشروع مصدر من الخارج إلى الداخل السوري فليس غريبا أن يحمل معه التناقضات الخارجية الإقليمية أيضا. النقطة اللي كنت بدي أوصلها بالنسبة للحكام قطر، وأنا أشدد هون ولابد أن يعني
أخي المواطن السوري أن يعرف علينا أن نميز ما بين العروبة التي ننتمي جميعا إليها والتي تحمل سوريا رايتها، وبين بعض حكام العرب المرتبطين بالخارج والذين يعملون تحت أجندات غير عربية. وهذا التمييز مهم جدا، لأن من يهاجم اليوم فعلا سوريا ليس العرب، لأنه العربي الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون مصطفا مع سوريا ومدافعا عن سوريا. من يهاجم سوريا اليوم عبارة عن أدوات أمريكية صهيونية لابسة حتى وعقال. وبالتالي هاي مش المشكلة مع العروبة، المشكلة مع بعض الحكام المفروضين على العرب من قبل الاستعمار. وهذا فرق مهم، لأن هناك من يحاول أن يخرج سوريا من عروبتها من خلال الزعم بأن العرب يهاجمون سوريا. لا، مش صحيح. سوريا هي التي تدافع عن العروبة، وبعض حكام العرب المرتبطين بالخارج هم الذين يهاجمون العروبة في سوريا وفي غير سوريا لمصلحة أجندات خارجية. نعم، تحدثت عن دول هي معنية بهذا الموضوع وبالنسبة لها فشل يعني هذه المؤامرة هو دمار لها. أيضا من ضمن ما كتبته وكتبت كثير عن ما يجري في سوريا وأيضا عن الأردن، إن من يدافع عن الأردن عن سوريا يدافع عن الأردن، ومن يستهدف سوريا يستهدف الأردن. ماذا عنيت بذلك؟ خاصة أنه اليوم أيضا على الأرض الأردنية ينعقد مؤتمر من يسمون أنفسهم أصدقاء سوريا. يعني في البداية أود أن أوجه تحية لرفاقي في المعتصمين أمام فندق الماريديان في العاصمة عمان، احتجاجا على انعقاد مؤتمر أعداء سوريا في عمان. إذا يعقد وسط رفض شعبي أردني له. أكيد، يعني وحتى بحب أضيف هون نقطة مهمة جدا ولا أبالغ في هذا، بأن هناك أطراف داخل الدولة الأردنية وداخل المؤسسة الحاكمة يعني عادة بيكونوا موالين للدولة، ولكن هنا في هذا المفصل لعبوا دورا كابحا ومهما في منع انجراف الأردن للتدخل في سوريا لمصلحة أطراف خارجية. فالمعارضة حقيقية، والمعارضة ليست فقط شعبية، هناك أطراف رسمية وشبه رسمية معارضة لتورط الأردن في سوريا. وتعرف ماذا يعني تورط الأردن في سوريا، خاصة بعدما أعاد الجيش العربي السوري سيطرته على مناطق جنوب سوريا. طبعا ما بصيرش احكي جنوب سوريا لانه فلسطين والاردن هي جنوب سوريا، بس احنا بنحكي ضمن تقسيمات سايكس بيكو جنوب الدوله السوريه الحاليه. احنا بالواقع هون بالنسبه لهذا الموضوع، اذا نظرنا لما يجري في سوريا في ابعاده الحقيقيه، يعني المواطن السوري طبعا شو بهمه من الابعاد الاقليميه والدوليه؟ بقول لك انا بدي اعيش، بدي امشي اموري اليوميه، بدي اشوف يعني استقرار امني، ومن حقه ذلك، انا لا اجادل في هذا. ولكن التقييم السياسي لا يعتمد على الرغبات، ويعني لابد ان تكون الرؤيه اوسع قليلا. كي نفهم ما يجري في منطقه ما، علينا ان ننظر الى تلك المنطقه بالترابط مع المناطق اللي محيطه فيها والتناقضات المرتبطه فيها وانعكاس تلك التناقضات عليها. يعني بؤرة مستقلة في محيط يزداد تبعية لابد أن تحارب وأن تهاجم وأن تحاصر وأن تعاني معاناة. هذا ثمن يدفع للنهج الاستقلالي وللنهج العروبي. بالنسبة للأردن، يعني فلنتخيل أن المشروع الذي تناولناه قبل قليل، مشروع تمدد الإخوان المسلمين من المغرب إلى تركيا ضمن سلسلة واحدة، لنفرض أنه تحقق، كيف ينعكس ذلك على الأردن؟ هل تكون الأردن خارج تلك المعادلة؟ هل يمكن أن تكون خارج تلك المعادلة؟ مش صحيح. طبعا هذا جانب. ثم إذا نظرنا إلى المشروع الطائفي الذي يعدونه لكل المنطقة، هل يقتصر ذلك المشروع على سوريا؟ أم أننا نرى انعكاسات له في العراق وفي لبنان وفي مناطق عربية أخرى؟ ثم موضوع التفكيك والتفتيت الذي يعملون لتحقيقه، وهناك تداول خلال الأسبوع الماضي في الصحافة الصهيونية
بأن السيناريو الأفضل بالنسبة للكيان الصهيوني، وهذا حوار بين محللين يعني وبعض المسؤولين، قد يكون تفكك سوريا إلى 3 دول. هذا يناقش علنا في الكيان الصهيوني، ونحن نعرف مخططات التفكيك، والتقسيم يتم على أسس طائفية، طبعا الحكي عن تقسيم على أسس طائفية. طيب سؤالي هو، هل لو حدث هذا هل سيكون الأردن بمنأى عن آثاره؟ ولو افترضنا أنه سيطرت بعض القوى الظلامية أو بعض القوى التي تمارس الذبح والتفجيرات وتعتدي على المدنيين وتكفر حتى الإخوان المسلمين، لو سيطرت على بقعة ما، فلنفترض أنها قرية أو مجموعة قرى، هل سيكون الأردن بمعزل عن هذا من ناحية استقراره الأمني يعني؟ لذلك أنا ما كتبته كان واضحا وأتمسك فيه، من يدافع عن دمشق يدافع عن عمان، ومن يستهدف دمشق يستهدف عمان. بكل المعاني الأردن كبلد، والقضية الفلسطينية كقضية بالمناسبة، وحتى كدولة، وأنا أتحدث عن الدولة بما تمثله من مؤسسة عميقة بعيدا عن النظام وسياساته والتي يمكن أن تميل هنا أو هناك، المؤسسة التي تم تفكيكها في العراق والتي يتم العمل لتفكيكها في سوريا. لأنه لاحظ الهجمات التي تتم في سوريا لا تقتصر على استهداف حتى مواقع عسكرية، مع العلم أن بعض تلك المواقع مثلا بهاجم قواعد جوية، والذي بدأ بمهاجمة قواعد جوية، طب هذا يتكامل مع الهجمات الصهيونية على تلك القواعد الجوية. بالتالي الأردن لا يمكن أن يكون بمعزل عن حالة من هذا النوع، وكذلك كل الإقليم، لبنان لا يمكن أن يكون بمعزل عن حالة من هذا النوع. الحقيقة أن من يدافع عن دمشق يدافع عن بيروت أيضا، ومن يدافع عن دمشق يدافع عن بغداد أيضا، وهكذا. يعني إذا نظرنا للمسألة بكليتها، الحقيقة أنه تجمع بؤر التناقضات في الساحة السورية بمقدار ما شكله من ألم بالنسبة للمواطن السوري، ومن عبء بالنسبة للدولة السورية، ومن تضحيات بالنسبة للجيش العربي السوري، ولكنه في نفس الوقت رفع سوريا إلى مصاف قوة دولية. ونحن نرى اليوم بداية تحول عالمي، نحن نقارب نهايات هذه الأزمة، والأزمة لن تنتهي غدا. تحول العالمي على أي صعيد؟ لأنه تحدث الكثير من المحللين عن تحول الرأي والمزاج الشعبي العالمي وحتى الإقليمي القريب بعد المشاهد التي رأوها في سوريا، بعد الإرهاب، بعد العنف، بعد أكلة لحوم البشر وغير ذلك. هل هذا التحول ينطبق أيضا على المواقف الرسمية؟ لا، مش ينطبق على المواقف الرسمية، لأن المواقف الرسمية لا تنبع من أجندات وطنية بالضرورة، ولكنها مضطرة لمراعاة بعض القوى الموجودة داخل الدولة واللي غير معنية بتفكيك الدولة. وأنا بحكي بشكل عام في الوطن العربي، مشروع العولمة هو مشروع تفكيك الدولة المركزية، وهذا تقاطع مع مشروع الصهينة، وهو أيضا مشروع تفكيك الدولة المركزية العربية. هلأ تجمع هذين المشروعين، يعني العولمة زائد الصهينة، يساوي الشرق أوسطية، والشرق أوسطية بمعناها العام تعني شطب الهوية العربية، وتعني تفكيك الدول العربية خاصة المركزية. هلأ في قوى داخل الدول بالنسبة للمواقف الرسمية معنية بعدم يعني زوالها، هي تدافع عن وجودها بالنهاية، فبمقدار ما صارت مع المشروع الغربي لفترة ما، بمقدار ما تشعر بالخطر الآن، وبالتالي بدأت تمارس نوعا من الممانعة إذا شئت، وتشعر بأنها مستهدفة بشكل أو بآخر. هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، يعني نرى بأن سوريا تحولت إلى بيضة ميزان إذا شئت عالميا وإقليميا. يعني سألتني بأي معنى التحول الدولي، بمعنى من الذي يسيطر على العالم؟ هل تستطيع الولايات المتحدة أن تنفذ مشروعها بفرض أحادية القطبية على العالم؟ هذا خيار عالمي
أم تستطيع القوى الصاعدة الدولية والإقليمية بأن تحول هذا العالم إلى عالم متعدد الأقطاب؟ هذا خيار ثاني. طب إحنا كعرب مصلحتنا وين؟ يعني إحنا حتى يكون واضح وحتى لا يصطاد أحد من كلامي شيئا، إحنا مش عم نلعب لمصلحة أجندة خارجية أخرى غير أمريكية، لا، أنا بقول مصلحة الأمة العربية وين؟ في عالم أحادي القطبية أمريكي، وقد رأينا آثار ذلك من خلال العدوان على أفغانستان والعراق وما جرى خلال العقد الماضي يعني كله. أم مصلحتنا في عالم متعدد الأقطاب؟ ما الذي يرجح إمكانية استقلاليتنا أكثر؟ أنا أعتقد أن تعددية القطبية هي الخيار الأفضل بالنسبة للأمة العربية ولأي مشروع مستقل في العالم، من أمريكا اللاتينية إلى كوريا الشمالية. هلأ في أيضا البعد الإقليمي للمسألة بالنسبة للتحول. طيب ضمن البعد الإقليمي، إذا نجح المشروع الأمريكي ونجح مشروع التفكيك ونجح مشروع الشرق أوسطية، هذا يعني تحول الكيان الصهيوني إلى أمبراطورية عظمى تحكم المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مش شرط يحط قوات عسكرية، ولكن في محيط من الدول المفككة تصبح يعني وساط الكيان الصهيوني ضرورية لحل النزاعات الحدودية فيما بينها. طيب الخيار الثاني، إذا صمدت سوريا وفشل هذا المشروع، سنكون قاب قوسين أو أدنى من عودة الروح للمشروع القومي العربي. وأنا أود أن أوضح هنا أن نصر سوريا يعني هو نصر للمشروع العربي، مش لمشروع آخر غير عربي ولو كان حليفا. يعني نصر سوريا، ما الذي تمثله القيادة السورية؟ ما الذي تمثله سوريا؟ ما الذي يمثله الجيش العربي السوري؟ ما هي العقيدة التي يحملها الجيش العربي السوري والقيادة السورية؟ هي عقيدة عروبية قومية، وبالتالي ستنفتح الآفاق أمام إعادة إنتاج مرحلة الخمسينات والستينات بعد تعلم دروسها. يعني احنا مش عم نحكي عن تكرار اخطائها. هل هذا ممكن؟ لانه ايضا حضرتك قلت ذات مرة انه انحسار هذا الفكر القومي العروبي هو الذي افسح في المجال للفكر الظلامي ان يملأ هذا الفراغ. صحيح. فبالتالي علاقة ما يجري في سوريا وكيف ينتهي بفعلا اعادة هذا الفكر القومي العروبي، هل هو ممكن وهل هو فعلا مرهون بما يجري في سوريا؟ شوفي، هو نتيجة موضوعية، يعني أنا لا أتحدث حديث رغبات. الرئيس عبد الناصر الله يرحمه بدأ، لم يبدأ قوميا بالمناسبة، عبد الناصر لم يبدأ ناصريا، بدأ وطنيا مصريا معنيا باستقلال مصر وتصنيعها، واكتشف من خلال معادلات الجغرافيا السياسية التي تفرض نفسها بأن استقلال مصر وتصنيعها غير ممكن بدون يعني سياج يحمي ذلك الاستقلال، واكتشف بشكل طبيعي أن هذا السياج هو أساسا سياج عربي، بدأ من خلال مواجهته مع حلف بغداد الذي كان معنيا بتطويقه وإسقاطه وحصاره، لأنه بلش يفكر بمشاريع زي السد العالي، بلش بده يطلع القوى الأجنبية برا، فاكتشف هون معادلة العلاقة مع سوريا من جديد التي كان الفراعنة قد أدركوها واللي أدركها صلاح الدين. يعني هذه العلاقة بين سوريا ومصر هي علاقة، وشمال العراق بالمناسبة كان جزءا منها تاريخيا، هي علاقة ضرورية لاستقلالية المنطقة ككل من منظور الجغرافيا السياسي. طيب هاي المعادلة أنتجت خطاب موازي لابد منه، هو خطاب قومي. اللي بينقصنا اليوم بسوريا يمكن لأنه نملكه فتعاملنا معه كشيء تحصيل حاصل، بس أنا أعيد التذكير بالشيء لمن يملكه ويعرفه أكثر مني، بس من كتر ما عاش معاه يعني نسي. صمود سوريا لأنه يحمل أبعاداً تتجاوز سوريا شاءت أم أبت، لأن هذا واقع الجغرافيا السياسية، يحتاج إلى إعادة إنتاج الخطاب القومي في الشارع العربي وفي الساحة العربية.
يعني هذا يعزز صمود سوريا بالمناسبة بمقدار، يعني ما في بالطبيعة حالة ثبات. أي مشروع قومي مثل أي مشروع قومي في العراق، في مصر، في سوريا، في الجزائر، إذا لم يتمكن من التمدد والتوسع باتجاه الأمة العربية فهو سينغلق على نفسه ويحاصر ويضرب. يعني ما فيش ثبات هنا. إما أن يتمكن المشروع القومي الموجود في قطر عربي من التوسع ومن تحويل قطره إلى إقليم قاعدي سياسي وتنظيمي للانتشار بالخارج. علينا، وهي ضرورة موضوعية لسوريا، أن نعيد إحياء الخطاب القومي في الشارع العربي. لأنه لو في فكر قومي، الفتنة الطائفية ما بتكون موجودة. لو في فكر قومي كان الحراك المساند لسوريا في الشارع العربي أكثر وأقوى كثيرا. لو في تيارات قومية، مش شرط أن تختزل في حزب واحد، بعث أو غير بعث، ولكن تيار قومي متعدد الألوان ما دام قوميا مؤمنا بالوحدة والتحرير والنهضة، فهذا يعني هو درع واقي يعني في مواجهة أي قوة خارجية نعم، تحاول التعدي. وهنا أسألك، يعني تيار مؤمن بالتحرير، تحدثت عن التحرير، هل نفهم من ذلك أن هناك طور آخر من الصراع سينشأ مع هذا العدو الذي كان دائما هو المستهدف من قبل هذا المشروع القومي العربي؟ نشأ وخلص نشأ من أين؟ من الجولان الآن. وأنا أعتقد أنه يعني هذا الكيان الصهيوني الذي اندفع لإغاثة إرهابيين نصرة وغيرهم من العصابات المسلحة، بعدما يعني لمس مدى التراجع الذي يعيشونه ميدانيا، حاول التدخل لإيقاع سوريا في فخ، ومن ثم لرفع معنويات الجهة الأخرى. وأصبح واضحا الآن، طبعا أنا بعرف من قبل أنه في اتصالات بين الجيش الحر والصهاينة، وأن بعضها تم في الأردن وعبر الأردن، والآن أصبح التواصل مباشر عبر اليوم الإعلام الغربي وفوكس نيوز تحدثت عن محاولات العدو الإسرائيلي قلب الموازين وعن نعم. وحدات خاصة إسرائيلية وأنت متواجدة. مش مضطرة تروح بعيد، إذا بتطلع الصحافة العبرية المترجمة يعني يوميا ترين بعض المواد المتعلقة بهذا الموضوع. العدو الصهيوني في سعيه لإغاثة هؤلاء، لأن المشروع الواضح المعلن بغض النظر عن بعض الأصوات للكيان الصهيوني وللمفكرين الاستراتيجيين وصناع القرار الأمنيين والعسكريين في الكيان الصهيوني، هو مش بس إسقاط القيادة السورية، هو تفكيك سوريا. الآن العلاقات باتت أوضح. الكيان الصهيوني في سعيه لإغاثتهم أخلى بالمعادلات التي كانت سائدة منذ عقود طوال. يعني هذا التدخل المباشر بهاي الصيغة بهاي الطريقة، هذا يعطي سوريا الحق بالرد. هلأ كيف ترد؟ هاي قضية أخرى. وبعيدا عن المزايدين، وأنا لازم أوضح هاي النقطة، بعرف أنك بتعرفيها، بس يعني البعض يستغل هاي المسألة. خوض معركة تؤدي إلى تدمير الطيران العربي السوري، مما يؤدي إلى اختلال الميزان الداخلي في سوريا، هذا ليس عملا حكيما. والقيادة السورية اشتهرت بحكمتها، لن تخطو خطوة رعناء يعني ترتد عليها. أنا بعرف بعض المواطنين السوريين وغير السوريين من الأبرياء والأنقياء، أنا بحكيش عن المغرضين والمزايدين، يعني مزعوجين أنه لم يحدث رد حاسم وفوري. ولكن سوريا اشتهرت تاريخيا بقدرتها على نقل المعركة خارج الأسوار. الآن شو عملوا هم؟ ونقلت المعركة خارج الأسوار حتى بالنسبة للأمريكان، لما الأمريكان احتلوا العراق، ولا ننسى هذا طبعا. وكانت يعني، وهي حسب تقرير الكونغرس، أنه القيادة السورية مسؤولة عن مقتل مئات من الجنود الأمريكان بشكل مباشر، بشكل واضح مباشر. الآن شو عملوا هم؟ هم قالوا طيب تنقل لنا المعركة خارج، يعني داخل أسوارنا، إحنا رح ننقل المعركة لداخل أسوارك، ماشي؟ فهو نقل لك المعركة لجوا. طيب الآن فشلت المعادلة هاي، أو على وشك أن تنتهي تقريبا. شو بده يساوي؟ تجاوز خطوط حمر كانت تشكل حتى الآن نوعا من التوازن القلق. طيب
هو تجاوز هاي الخطوط فأعطى سوريا الذريعة والمبرر للرد بالطريقة التي تراها مناسبة. وطرق سوريا عديدة وليست طرق رعناء بالمناسبة. والآن مع مجيء الأس 300 ومداه يصل إلى مناطق واسعة جدا تحمي حقول الغاز الموجودة في البحر المتوسط قبالة الساحل السوري، هذا مهم بالمناسبة، يعني رغم وجود البحرية الروسية هناك وبدء شركات روسية وصينية بالتنقيب عن الغاز في مقابل الساحل السوري، الاس 300 لحماية تلك الاستثمارات أيضا، وهي استثمارات لمصلحة الاقتصاد السوري ولإعادة الإعمار. يعني في سوريا بعد انتهاء الأزمة عندما تستعيد سوريا الاستقرار وتعيد استثمار هذه الآبار راح يكون في عائد غازي يسهم بقوة في إعادة الإعمار وإعادة البناء. يعني هي نوع من النظرة لإعادة البناء نعم والاستطاعة يعني نعم الخطوة لهذه الخطوة. إذا توفر لسوريا مثل هذا المورد فهذا سيقلل من عدد السنوات اللازمة لإعادة البناء. ما دمره هؤلاء الأوباش والمجرمون يعني ستتم إعادة إعماره بسرعة أكبر في ظل وجود سيطرة على هذه الحقول. بس هذا لن ينهي المعركة، يعني الكيان الصهيوني الآن بحالة قلق شديد جدا. خروج سوريا صاغ سليم من هذه الأزمة يعني بداية نهايته أيضا، لأنه شوفي فيش إلا خيارين، إما المشروع الصهيوني المتمدد وإما المشروع القومي العربي. والصراع هذا اللي يعني كتب عنه رواد النهضة العربية الأوائل منذ 1905 مثال كتاب يقظة الأمة العربية، ما فيش خيار، هدول هم الخيارين. طب من الذي سيرفع لواء المشروع القومي؟ وهي نتيجة موضوعية، مش لأنه هذا الشيء حلو أو فكرة نبيلة، لا، لأنه لا تستطيع أي قوة تريد الاستقلال في هذه المنطقة إلا أن تحيط نفسها بسياج قومي عربي، وإلا فستحاصر. ضرورات الجغرافيا السياسية وضرورات الاستراتيجية العسكرية وقوانين التاريخ والاقتصاد هي التي تفرض ذلك. حتى المشروع الديمقراطي غير ممكن بدون نهضة قومية. بالتالي أنا اللي بحكيه أن المعركة ستعود، بس هاي المرة خارج الأسوار أو قريبا من الأسوار، وسيكون الكيان الصهيوني قد أعطى المبرر لإعادة فتح المعركة بالطرق التي تجدها سوريا مناسبة. هذه النظرة يعني أو هذه الطريقة من الحديث بالنسبة لك دكتور إبراهيم كما أذكر ليست جديدة، إذ نعم. أنك كنت دائما في عدة مراحل تنادي بأن يكون النضال ضد إسرائيل، أن يعود نضالا عربيا شعبيا، أن يفتح باب النضال لهذا. هل ترى أنه هذا بات الآن موجودا؟ وبالتالي المناخ العربي بشكل عام والبوصلة نحو فلسطين ونحو القدس إلى أي مدى هي سليمة اليوم وبعافيتها؟ يعني لا شك أن ما يسمى بالربيع العربي قد شوش على تلك البوصلة، بمعنى أنه همش التناقض مع العدو الصهيوني ووجهه نحو مسارات ليبرالية أو إسلاموية بعيدا عن التناقض مع أعداء الأمة سواء كانوا صهاينة أم إمبرياليين. ولكن بالنسبة لسوريا أنا أعتبر الآن أن من واجبها أن تعمل على أمرين. الأمر الأول إعادة، يعني لابد من احتضان، وأنا لا أقول رعاية، بس إعطاء الفرصة. يعني يا أخي أعطيته الفرصة لحماس، أعطيته الفرصة لقوى أخرى تتناقض مع توجهكم القومي، وكنت كرماء جدا وخانتكم وبأبخس الأثمان، صح؟ طيب الأولى بسوريا الآن ودفاعا عن مشروعها وعن سوريتها أن تحتضن مشروعا قوميا عربيا متعدد الألوان، وأنا لا أختزله بلون واحد حتى يكون واضح، قد يكون بعثيا أو ناصريا أو قوميا يساريا أو قوميا إسلاميا.
أن تحتضن ذلك المشروع على عدة صعد، على مستوى ثقافي، إعادة نشر الفكر، على مستوى سياسي، إعادة إطلاق التيار بالشارع وليس فقط على الصعيد النخبوي، وعلى مستوى عسكري. لابد من ألوية شعبية عربية لمقاتلة الكيان الصهيوني، ولابد من ألوية شعبية عربية للمساهمة بالدفاع عن سوريا. هلا طبعا انا عارف شو راح ينقل لي، وقيل لي ذلك من قبل، يعني انه عندنا ما يكفينا والجيش السوري بكفي وبيوفي، بس مش هيك القصة. اذا كان مسموحا للجندي السوري ان يستشهد دفاعا عن لبنان وفلسطين، ليش مش مسموح للمواطن العربي الذي يحب سوريا ان يستشهد دفاعا عن سوريا؟ واذا كان مسموحا للنيجيري والشيشاني والبنغلاديشي والباكستاني والباكستالت والباكس رابع أن يأتي ليمارس الإجرام والإرهاب في سوريا، أليس من حق وواجب المواطن العربي أن يشارك بالدفاع عن سوريا؟ وليش هاي العقدة، يعني إنه إحنا لا مع الناس إلا السوريين؟ شو المشكلة من واجب المواطن العربي أن يشارك بالدفاع عن سوريا، ومن واجب حزب الله أن يشارك بالدفاع عن سوريا؟ لأنه لو تمكن الإرهابيون من أي جزء من سوريا فهذا يعني تطويق حزب الله من خلال قواعده الخلفية، فهذه خطوة استراتيجية دفاعية بالنسبة له. ومن واجب التنظيمات الفلسطينية أن تدافع عن سوريا، لأن انهيار هذه القلعة يعني بالنهاية هو تدمير القضية الفلسطينية. ومن واجب الأردني أن يدافع عن سوريا، ومن واجب المصري أن يدافع عن سوريا، كما تعلم منذ أيام الفراعنة أن أي غزو لمصر لابد من صده في سوريا. ومن هنا قصة علاقة مصر مع فلسطين بالمناسبة. فإذا يعني سوريا التي دعمت المقاومات ودفعت ثمنا لدعمها المقاومة العراقية، لدعمها المقاومة اللبنانية، المقاومة الفلسطينية، أليس من حق وواجب المواطن العربي أن يشارك بالدفاع عنها؟ وأنا أتحدث عن مشروع قومي، يعني حتى ما حد يفهمني غلط، نحن لا نتحدث عن أكلة لحوم بشر وجزارين ومجرمين وناس ملتاثين في وعيهم، يعني وينتمي عقلهم إلى العصور ما قبل الحجرية. أنا أتحدث عن قوميين نهضويين متنورين، من حقهم وواجبهم أن يشاركوا بالدفاع عن سوريا. وهذه القضية كما قلت، بدون امتداد، لا يوجد دولة وطنية مستقلة في الوطن العربي استطاعت أن تدافع عن نفسها بدون دون سياج امتداد. قومي يحميها. نعم دكتور إبراهيم، في الأردن وكما تابعنا أول أمس أحزاب أردنية وهيئات في إربد كان لها مهرجان وكنتم متواجدون هناك لرفض التواجد العسكري الأمريكي الغربي في الأردن، وأيضا لرفض العدوان على سوريا، وهوجمتم من أشخاص سأسألك عنهم من هم، وماذا تسمي من يهاجم مهرجانا يرفض التواجد العسكري الأجنبي على الأرض العربية؟ نعم، يعني هذا المهرجان دعت له اللجنة الشعبية الأردنية لدعم سوريا ونهج المقاومة في إربد، وقد كان مهرجانا لرفض تواجد القوات الأمريكية على الأرض الأردنية. نظريا هذا الموقف تتبناه قوى عديدة في الأردن، للأمانة حتى الإخوان المسلمين أصدروا بيانا يقولون فيه أنهم ضد تواجد القوات الأمريكية في الأردن. ليش؟ كيف ممكن واحد يأيد تواجد قوات ناتوية بليبيا أو يدعو لتدخل عسكري مباشر بسوريا وأن يرفض وجود قوات أمريكية في الأردن؟ بعرفش كيف، لأنه إما أن تكون مع التدخل الأجنبي وإما ضده. إحنا ضده طول الخط، في ليبيا، في سوريا، في الأردن، في أي رقعة من الوطن العربي. حتى قصة كما تدعو بعض التنظيمات الفلسطينية إدخال قوات دولية للضفة الغربية، هذا مشروع مخترق سياسيا. أيضا اللي بدي أحكيه أنه النشاط كان عنوانه رفض تواجد القوات الأمريكية في الأردن. طيب فوجئنا ب يعني الوفد القادم من عمان تحديدا، وكان يتشكل من باصين صغيرين، فوجئنا بكميات
من البشر أو أشباه البشر حقيقة، يعني حتى بالأشكال، يلوحون بأعلام القاعدة وعلم الانتداب، يهاجمون الوفد القادم من عمان تحديدا يعني، وكانوا يحملون أدوات حادة وسيوفا وأشياء عجيبة يعني. وأصيب بعض الشباب القادمين من عمان، بعضهم بإصابات شديدة وبالغة يعني، ولم يتدخل الدرك لحمايتنا إلا بعدما انسحبنا، وسعى هؤلاء للإجهاز علينا يعني بالصورة النهائية. للإجابة على سؤالك، من الذي يهاجم مهرجانا لرفض تواجد القوات الأمريكية على الأرض الأردنية؟ الإجابة لابد أن يكون أمريكيا، لابد أن يكون يعمل أو عاملا مع الأمريكان، ما فيش تفسير آخر للمسألة. إذا كنت أنت صادق في خطابك، إذا كنت فعلا ضد وجود القوات الأمريكية على الأرض الأردنية، لماذا تهاجم مهرجانا ضد وجود القوات الأمريكية إلا إذا كنت كذاب وكنت مع وجود القوات الأمريكية على الأرض الأردنية؟ هذا يعني بأنه كما قلت في المهرجان الذي عقد بالرغم من ذلك في الهواء الطلق في الشارع، وهي النقطة لابد أني أذكرها لأن المهرجان نجح بالنهاية بجهود الشباب الموجودين والخطباء جميعا اللي تحدثوا، نجح المهرجان. وقلت عندما جاء دوري لإلقاء كلمتي أن من يهاجم مهرجانا لرفض تواجد القوات الأمريكية على الأرض الأردنية لابد أن يكون مارينز، ولو لبس جلبابا وارتدى لحية فهو مارينز أمريكي. وهذا الجواب بالنسبة إلي لا ينحصر بما جرى معنا في إربد، هذا يمكن تعميمه على عموم المنطقة. من يهاجم القوى صاحبة التوجه الوطني والقومي في الساحة العربية هو بشكل أو بآخر ستجدين بأنه يعمل مارينز، وهناك مارينز إعلامي، هناك مارينز ثقافي، وهناك مارينز يعني عمليات خاصة، وسوريا تعاني من كل هؤلاء. نعم دكتور إبراهيم، عندما تتحدث عن الأردن تذكر دائما عبارة توريط أو من يعمل على انجراف الأردن فيما يجري في سوريا، لماذا يعني تضع هذه التسمية على انخراط الأردن أو من يحاول زج الأردن؟ هل من وجهة نظرك لا يوجد أي مصلحة للأردن في هذا أو حتى في مثل عقد هذا المؤتمر، وأيضا ما تكشف عن تسلل إرهابيين من الحدود، عن تدريب لإرهابيين وغير ذلك؟ لا، القصة أعمق من هيك يعني، التوريط يتجاوز ذلك إلى بعد آخر أخطر. موضوع توريط الأردن في سوريا ينبع من مسائل لها علاقة بالوضع الداخلي الأردني. يعني الأردن للأسف الرسمي طبعا أسهم عام 2003 بوضع قواعد أمريكية فيه استخدمت للعدوان على العراق. وأنت كان لك دراسة حول نعم حول أنا هذا كتبت كراسة تواجد حول العسكري التواجد الأمريكي. العسكري الأمريكي في الوطن العربي في تلك الفترة. طبعا الهجمة الأساسية على العراق، وهي لابد نذكر فيها لبعض الناس اللي بيلعبوا باللعبة الطائفية، الهجمة الأساسية على العراق جاءت من قطر والسعودية، والآن اللي عاملين حالهم حماة العراق وانه متمسكين يعني بدافعوا عن ذكرى صدام حسين الله يرحمه، هم اللي اشتغلوا ضد العراق واللي اشتغلوا ضد القيادة العراقية، فليش اللعب هذا؟ ليش النفاق والكذب؟ يعني مرة أخرى هذا التلاعب شو معناته؟ الحقيقة بالنسبة للأردن، بعدما دخل الأردن في هذه اللعبة، وفي ذلك العام عام 2003 تلقى 700 مليون دولار، بعد ذلك كان العراق يقدم للأردن نفط بشكل مجاني أو بأسعار رمزية. طيب الآن بعد ارتفاع أسعار النفط أصبح هناك عجز رهيب بالموازنة الأردنية، وتم استغلال ذلك العجز أنه بدكم نعطيكم مساعدات، بدنا منكم خدمات. أوكي، طب أنت ورطتني بهاي القصة بالأساس، ما بحكيش عني طبعا، بحكي عن النظام الذي اتخذ هذه الخطوة
اللي ممكن نسميها حقيقة أنها ارتدت عليه بشكل أو بآخر. الآن أصبح هناك عجز رهيب بالموازنة، ثم بدأ تدفق اللاجئين السوريين بمئات الآلاف، البعض يتحدث عن مليون، البعض يتحدث عن 600 ألف، ولكن الرقم هو شيء من هذا القبيل. البنية التحتية الأردنية أصلا لا تحتمل. طيب صار الموضوع بدنا نعطيكم مساعدات، لا بدناش نعطيكم مساعدات. إذا مقابل هذا الكلام صار مطلوب من الأردن خدمات معينة فيما يتعلق بسوريا بذريعة سد عجز الموازنة. وإذا بتتذكر يا قبل فترة، قبل ما ننتقل من هذا الجانب بالتحديد، يعني موضوع استخدام الأخوة السوريين يعني الذين غادروا البلاد، ولا أستطيع أن أسميهم لاجئين، يعني استخدام هذا الملف ألم يخضع لأيضا أجندة سياسية، يعني العطاء أم عدم العطاء، على الرغم من حديث يعني كل هذه الهيئات الدولية أن شغلهم الشاغل هو إغاثة هؤلاء وتقديم ما يلزم لهم؟ يعني التساؤل الحقيقي هون، ليش تركيا التي تمثل حاليا المصدر الرئيسي لتسلل الإرهابيين إلى سوريا ولتسلل السلاح والعتاد والمال إليهم، مصدر رئيسي وليس الوحيد، يعني وضعت سقفا لعدد السوريين الذين تقبل باستقبالهم. بالمقابل يعني صار في نوع من التشجيع للسوريين لكي يأتوا للأردن. الموضوع كان غريب خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي في الأردن ووضع الموازنة الأردنية، غريب ويثير التساؤل أنه حد فكر شو عم بتسووا. طب تركيا حتى سقف لن تستقبل أكثر من 200 ألف، أنت عمالك وصلت ل حسب الحكي يا 600 ألف يا مليون، طب على أي أساس؟ شو المشروع؟ هل هذا جزء من التوريط وأنا كنت جاي عليه؟ صار الحكي وراها وهم بينت اللعبة تماما. طب انت فاتح الابواب عم بتصور للسوريين انه اذا جاء للاردن فهو قادم الى جنات تجري من تحتها الانهار وبس تعالوا وطول. يعني طبعا هذا حكي مش صحيح، لانه لا توجد دولة تستطيع استقبال هذا الكم من الناس وانها تقدم لهم خدمات بنية تحتية، حتى لو راحوا على سويسرا مش راح يقدروا انهم يلبوا هاي الاحتياجات بشكل سليم. طيب الان بدأ الطرح هون بينت خيوط اللعبة تماما. لم نعد قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين، لابد من منطقة عازلة ولابد من مناطق حظر جوي فوق تلك المنطقة العازلة لحماية من نعيدهم الى المنطقة العازلة. هون بينت اللعبة بكافة ابعادها. اوكي اذا انت اصطنعت قضية، وطبعا الاصطناع هون انا اعتقد ان ثمة اصابع غير اردنية تلعب هذه اللعبة، لانه لا يوجد شخص عاقل بيورط حاله بمشكلة من هالنوع عن سابق وعي واصرار اذا كان مؤتمنا على مصير دولة او حي او اي شيء من هذا القبيل. فكان من الواضح أن المطلوب هو اللعب بهذه الورقة ومن الزاوية الإنسانية. أتذكرين الحديث منذ مبادرة جنيف الأولى قبل الثانية عن ممرات إنسانية مثلا؟ كانت الذريعة إنسانية، ولكن الفكرة هي فتح ممرات تفقد فيها الدولة السيادة ويمكن من خلالها تمرير العتاد والمال والإرهابيين إلى المناطق اللي مطلوب خروجها عن الدولة. هلا هون اعيد استخدام هاي الورقة الانسانية بين مزدوجين، انه احنا بدنا مناطق نحمي فيها السوريين الذين يهربون خارج بلادهم. هون بينت خيوط اللعبة بشكل اوضح بكثير، واستطيع ان اقول لك ان معارضة حقيقية نشأت في الاردن على مستوى شعبي ورسمي، يعني لتورط الاردن في هذا الامر. لنا ان نتخيل، طب انت اذا بدك تورط بهيك مشكلة لان وضعك الاقتصادي هش، ماذا يمكن ان يحدث لك لو دخلت في حرب؟ طبعا القصة هاي مرت الان انا اعتقد، خاصة بعد فقدان العصابات المسلحة السيطرة على اجزاء واسعة من درعا، ومفهوم السيطرة دعيني اوضح يعني هاي النقطة ايضا، يعني هم يمكن ان يدخلوا الى منطقة وان يعيثوا فيها فسادا، هذا لا يمثل سيطرة.
لأنه لا يمتلكون السيطرة على أي بقعة جغرافية في سوريا فعليا بهذا المعنى، لأنه يستطيع الجيش السوري عندما يرغب أن يدخل، صحيح بصير قتال وبصير في اشتباكات وغيره، بس هم لا يتمتعون بالسيطرة الكاملة على أي بقعة من الأراضي السورية. نعم، سؤالي الأخير لك سيكون عن يعني ما يتردد، والحديث عن مؤتمر جنيف 2 من وجهة نظرك، وأنت المتابع للشأن السوري، وكنت قد كتبت سابقا مقالة بعنوان الحل السياسي آت وذلك رهن أمور معينة تتعلق بالميدان، هل ترى أنه قادم؟ ما علاقة ذلك بما حققه أبطال الجيش العربي السوري من محاصرتهم للإرهابيين؟ يعني شوف، العائق أمام الحل السياسي حتى الآن أن الطرف الآخر الأمريكي والخليجي، مرة أخرى نتحدث عن الحكام لأننا جميعا أتينا من الجزيرة العربية، الطرف الآخر التركي، حكام الخليج العربي، جماعات التكفيرية بألوانها، كانوا يعنون بالحل السياسي هو تحقيق أهدافهم السياسية التي فشلوا بتحقيقها عسكريا. والقضية اللي طرحت طبعا هون هي مسألة تنحية الرئيس، والتي لا تعني شخصا، لأن من ينحي رئيسا يحدد سياسة دولة وينحي من يخلفه إذا ابتعد عن الخط. الآن هاي القصة هي الفيصل، إذا استطعت أن أثبت الرئيس وعجز هو عن تنحيته، هذا يعني أنني أملك ميزان القوى لمصلحتي، وبالتالي الصراع صار حول تأويل مبادرة جنيف الأولى. وأنت تذكرين بأن فيكتوريا نولاند فيما كان كيري يتحدث عن حل سياسي قبل فترة كانت تقول بأن مبادرة جنيف لا تعني وجود يعني القيادة السورية ضمن الحل. هي طبعا لعبة مزدوجة بيلعبوها الأمريكيين. جنيف 2 ميزته الأساسية، وهذا الإنجاز الحقيقي اللي حققه، أنه كرس وجود القيادة السورية في مشروع الحل. هذا اعتراف من الخصم بالفشل، لأن الهدف هو تنحية القيادة، وبالتالي عندما أفرض وجودي أنا وهو اعترف بوجودي هو بيكون فشل. طبعا يحاولون إخراج المسألة بطريقة سخيفة تماما، أنه ممنوع الرئيس بشار الأسد يحضر. ليش؟ مين قال لك انه او ممنوع يكون هو بالوزارة؟ عيب، هذا رئيس مش وزير، يعني هو مش طارح نفسه وزير حتى تقول انه ممنوع يكون بالوزارة. يعني هي محاولة لانتزاع شيء من النصر اللي هو فشل تماما في تحقيق اي شيء قريب منه. هلا على هذه الأرضية الانجاز الذي سيتحقق من جنيف 2 هو نفس الإنجاز اللي كان سيتحقق من جنيف 1، بالرغم من ملاحظات كثيرة بالمناسبة أنا نبهت إليها آنذاك من جنيف 1، هي قضية الممرات الإنسانية وقضية المراقبين. شعرت أنه في توطئة لانتهاك السيادة السورية، ولكن لحسن الحظ نجحت إدارة الأزمة في سوريا من احتواء تلك المخاطر. الإنجاز الحقيقي من جنيف 2 هو الاعتراف من قبل القوى الدولية والإقليمية بمشروعية القيادة السورية. أتعرفين ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية بإلغاء عضوية سوريا غير شرعية. جنيف 2، نجاح جنيف 2 هو دمار بالنسبة لمن حاولوا يعني محاصرة القيادة الشرعية في سوريا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم ناجي علي. تفضل. يعني في النهاية أنا أود أن أذكر أنه كان لنا لقاء جميل جدا اليوم، استمر حوالي يعني 3 ساعات إلا ربع، مع سيادة الرئيس بشار الأسد، المثقف الأردني سعود قبيلات، وأنا سعدنا جدا وافتخرنا
بهذا اللقاء الجميل، وتعرفنا عن كثب على هذه الشخصية الرائعة التي يعني أستطيع أن أقول بأنها تمتلك من العلو والتواضع في آن معا، ومن الحكمة والشجاعة، وتمتلك من الدماثة والقدرة على اقتحام القلوب، ما يهيئها لقيادة عربية حقيقية. المرحلة القادمة حسب ما رأيت، وأنا يعني نادرا ما أستطيع قول ذلك عن شخص، تهيئ لقيادة سورية للمنطقة ككل. فهل نرتقي إلى ذلك المستوى؟ أنا أعتقد بأنه المرحلة القادمة ستشهد صعودا كبيرا، وستشهد عودة لسوريا إلى الميدان العربي والدولي أيضا تحت قيادة الرئيس بشار الأسد. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم ناجي علوش، الناشط القومي العروبي وأيضا الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا شكرا لك. لك، ونشكر لكم حسن متابعتكم مشاهدينا الكرام، تحية لكم، تحية لأبطال جيشنا العربي السوري، ننحني أمام هاماتكم وإنجازاتكم وانتصاراتكم. دمتم بخير، بأمان الله.